وانضمينا للاتحاد المصري سنة 86، وبعد كده تدرجت في الاتحاد المصري كعضو مجلس إدارة وبعدين سكرتير عام وبعدين نائب رئيس، وحاليا الحمد لله رئيس اتحاد من سنتين ونص تقريبا. يعني هي رياضة متوارثة بالفعل. الموضوع، يعني أجيال سلمت أجيال. لا الحمد لكن لله. حضرتك كنت بتكسب الأكبر منك في نعم العيلة؟ أنا فعلا وصلت المرحلة دي؟ برات فيه وأنا صغير، وأنا عندي حوالي 10 سنين كنت بكسب الأكبر مني فعلا. وبعد كده بقى يعني احتراف بقى الموضوع، بعد بقى دخلت فيه احتراف. مش احتراف، دخلت في بطولات بقى على مستوى المحافظة كويس. وبعدين على مستوى الجمهورية، وعملت نتائج كلاعب، وبعدين دخلت في سلك التحكيم والإدارة، ويعني الحمد لله برات فيه أكثر يعني. كويس قوي. مدام هنا انا برضو اخدت نفس الفكرة، ابويا الله يرحمه كان بيجيب لنا الشطرنج ده في فترة الصيف نلعب عليه كده، اتعلمتها عن طريق فترة الصيف، كنت يعني بلعبها في فترة الصيف وخلاص، وانا واخواتي. كويس جدا. بعد كده اتجوزت اتشغلتي بالولاد وبتاع. ده انا عم اخد الكلمه دي علشان اقول لك مين بيكسب، انت ولا الدكتور؟ لا 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 انت لا لا بتسبقي ان انا اتشغلت بالولاد. لا لا لا، لاني جت فتره لعبتها بس مش ما كنتش بمارسها، يعني مش كنت بلعبها في بشكل فتره كبير. الصيف. لكن الولاد بقى بيلعبوها في الصيف. كويس. بيلعبوها مع يعني طبعا اروح للولاد ونعرف كده، انتوا اولا نفسكم تبقوا ايه لما تكبروا، وعلاقتكم بالشطرنج ايه، وهبتدي من الصغير. الاء، انا نفسي اخش اعلام. نفسي عايز تبقي ايه بقى، مذيعه ولا عايز تبقي ايه، ولا صحافه ولا لا ايه؟ مذيعه. عايز تبقي مذيعه. طب كويس، كويس قوي. طب وموضوع الشطرنج بقى علاقتك بيه ايه؟ بتحبي الشطرنج؟ بحب. بتحبيه؟ ومحمد عايزه اطلع دكتور. عايز تبقى دكتور، يعني ما خرجناش يعني. تمام كويس. والشطرنج شاطر فيه؟ ما بتفكرش انك انت توصل لمرحله كبيره انك يعني تكسب بابي او تلعب معاه وتغلبه، ولا شايل الموضوع من دماغك اصلا؟ بلعب معاه بس ما بغلبوش لسه، ما عشان لسه صغير. لكن ممكن تتفوق عليه زي ما هو تفوق على والده، زي ما تفوق على الاكبر منه في العيله، صح؟ ممكن. طب ايه بقى، ايه طبعا داخله ثانويه عامه السنه الجايه وقلقانه شويه، لكن قولي لي اولا نفسك تطلعي ايه، والموضوع خلاص يعني خطوه ونبتدي نحدد. نفسي بقى دكتوره صيدليه. كويس. الشطرنج برضو ايه نفس يعني شاطره فيه؟ يعني بابا علمني من وانا صغيره يعني، بس مش بلعب معاهم قوي يعني، بلعب معاهم بس مش قوي يعني. مهم قوي ان العيله تبقى بتتجمع على حاجه واحده، ويمكن ده اللي بنفتقده بشكل كبير، ان العائلات دلوقتي كل واحد مشغول، كل واحد قاعد على الايباد، قاعد على الموبايل بتاعه، ومفيش اي حاجه بتخلي العيله تتواصل. لكن لما بنتواصل على شطرنج حاجه ممتازه. عايزين نعرف علاقه الشطرنج بانه اولا يجمع العيله، والحاجه الثانيه انه بينمي ايه في الطفل، لان انا متخيله اللي بيلعب شطرنج عنده ذكاء درجه اعلى من الناس العاديه. هو طبعا احنا لما نشأنا واحنا صغيرين ولقينا ابائنا واعمامنا واخواتنا الكبار بيلعبوا، فتورثنا اللعبه والحمد لله كانت متواجده عندنا في البيت، والحمد لله علمتها لاولادي. الشطرنج بيفيد في اكثر من ناحيه. اول حاجه على المستوى الشخصي، خاصه لما الاولاد والبنات من سن 6 سنوات لغايه 15 سنه يمارسوا اللعبه، بينم عندهم قدرات الذهنيه اولا بشكل عام، بيعودهم على التركيز، على الصبر، على التخطيط، ان هم يبقى في قدره ان هم ياخدوا قرار، بيعودوا ان هم ياخدوا قرار. اي حركه قطعه او عسكري صغير على رقعه شطرنج لازم يفكر الولد او البنت في السن دوت، انه يفكر ويتعود انه ياخد قرار ويتحمل مسؤوليه القرار. فبالتالي وقبل ما ياخد قرار لازم يحلل ايه نقاط الضعف ونقاط القوه، ويعمل تحليل منطقي للوضع على الرقعه قبل ما ياخد قرار، وبالتالي بتكون شخصيه الولد والبنت في المراحل التعليم الاساسي، بيعودهم على التركيز، على الصبر، على التخطيط. كمان بيساعدهم في ناحيه الدراسه كمان، غير تكوين شخصية الفرد كمان الدراسة بيساعدهم على استيعاب وفهم المواد الحسابية والعلمية زي الفيزياء والكيمياء. احنا في الاتحاد الدولي للشطرنج عملنا تجربة في مدارس ودخلنا اللعبة، لقينا في زيادة 30% في استيعاب الحساب والفيزياء والهندسة. رقم كبير في دول يعني بنعمل غير بقى المحور الثالث بقى اللي هو الرياضة. يعني أول حاجة الشطرنج بيكون شخصية الأولاد والبنات خاصة في مراحل التعليم الأساسي، كمان بيفيدهم مستقبلا ان بنعمل جيل واعي وبيخطط صح وبيفكر صح وبيتم اعداده بشكل علمي صحيح. كمان في الدراسه بنطور التعليم وبنزود الاستيعاب وتفوق الولاد والبنات في المدارس. الحاجه الثالثه في الرياضه بنكتشف مواهب جديده ونشأة في سن صغيره وبنعمل منهم ابطال، والحمد لله في الاتحاد المصري للشطرنج عندنا ابطال سواء اولاد او بنات في تقريبا احتكار البطولات العربيه والافريقيه، وعندنا ابطال عالم كمان، عندنا بعض اللاعبين واخدين ابطال عالم، وكمان من كام شهر كان عندنا اولمبياد الشطرنج العالمي
اللي بيقام كل سنتين لاول مره من 40 سنه منتخب مصر للرجال ياخد ميداليه ذهب واول مره منتخب البنات مصر الاول مره بياخد ميداليه ذهب. طب انا زعلانه ان احنا ما نعرفش يعني مهتمين احنا قوي بالكوره وما اعرفش ده عيب ولا 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 المفروض ان الواحد لما يستغرق قوي في الحاجه تبقى اكيد مش مظبوطه، لكن يعني المفروض نعرف منين، نعرف ازاي، ايه اللي ناقص عشان نكون رياضه ذهنيه مهمه جدا زي الشطرنج واحنا للاسف بعيد عنها. يبقى ابتدوا بره يزودوها في كماده علميه او كماده بيدرسوها واحنا لسه مش حاسين باهميتها. بالفعل في اكثر من 70 دوله على مستوى العالم مدخلين الشطرنج عندهم في المدارس، ومنهم حوالي 30 دوله الشطرنج ماده اساسيه، لانهم اكتشفوا الثلاث مزايا اللي بيعملهم الشطرنج في تكوين شخصيه الافراد واعداد اجيال واعيه للمستقبل، كمان تطوير التعليم، ثالث حاجه تطوير الرياضه وشغل الشباب والناشئين برياضه مفيده بتكون شخصيتهم وتبعدهم عن الامور السلبيه اللي ممكن تكون موجوده في المجتمع. تضييع الوقت بالزبط. والكلام اللي مش موجود. حضرتك الشطرنج احنا قطعنا شوط كاتحاد مصر للشطرنج بقى لنا سنتين ونص، عملنا مشوار كبير مع وزاره الشباب والرياضه ان احنا ندخل اللعبه في المدارس، وفي مشروع معروض بالفعل على الوزير من حوالي 5-6 شهور المهندس خالد عبد العزيز، والحقيقه بنتمنى ان يبقى في اسراع لان بيدرس على في الادارات المتخصصه في الوزاره، بس الموضوع اخذ وقت طويل شويه. نامل ان المهندس خالد يكون سمعنا وان الموضوع يستعجل، لان الحقيقه هيفيد الرياضه، هيفيد التعليم، هيفيد تكوين اجيال لمستقبل مصر. صحيح. مصر اللي احنا عايزينها تبقى افضل ان شاء الله بالشطرنج هيساعدنا كويس جدا في المجال ده. غير كويس. كمان كان في مشروع تاني برضه حاجه ممتعه للولاد يعني غير انها حاجه بقى مذاكره ويشغل اوقات فراغهم في حاجه مفيده غير مثلا في الصيف او كده، يشغلهم في اوقات مفيده بتشغل مراكز مخ بالزبط. ممكن تكون ما بتشتغلش بدل ما هم بيضيعوا وقتهم في العاب اللي هي الايباز والكمبيوتر والكلام ده، دي بتعودهم على السرعه والعصبيه والامور السلبيه، لا الشطرنج هيعودهم على التركيز، الهدوء، التخطيط، تكوين الشخصيه، استيعاب المواد العلميه كمان والتفوق في الدراسي. عندنا على فكره كل لاعبي الشطرنج متفوقين دراسيا عندنا في على دي ظاهره احنا بناخد بالنا منها عاده، اللي بيلعب شطرنج تلاقيه فعلا متفوق عن بقيه زمايله. عندنا في لسه الثانويه العامه خلصانه من كام يوم والنتائج، عندنا بنت اسمها شروق جايبه 99.9%، عندنا ايه معتز من اسكندريه جايبه 97، يعني سهيله عبد المنعم يعني برضه جايبه 97. عندنا تفوق، لاعب شطرنج دايما هيتفوق في الدراسه، هيتفوق في العلم. كويس جدا. ده بيعكس ان فعلا الشطرنج مفيد. فنامل طبعا يبقى في استجابه. احنا الاتحاد المصري للشطرنج بنبذل مجهودنا في نشر اللعبه، بنعمل بطولات على مستوى الفرق والناشئين والافراد، عندنا حوالي 70 نادي في مختلف محافظات مصر. نامل ان وزاره الشباب والرياضه انها تستجيب وتستعجل في موضوع ادخال الشطرنج في المدارس، وكمان عندنا 4300 مركز شباب على مستوى الجمهوريه. لو دخلنا الشطرنج في مركز الشباب، وفي مشروع بالفعل معروض في الوزاره بقاله حوالي 6-7 شهور، نامل انه يتم البت فيه بسرعه. كويس. عشان هنشغل الشباب في 4300 مركز شباب في مختلف محافظات مصر. ممتاز. نشغلهم بلعبه مفيده تنمي قدراتهم. لا هي مكلفه ولا هي مش مكلفه ولا حاجه، حتى هتكلف الدوله حاجه ولا صغيره وكرسيين او ممكن يقعدوا على اي مكان يلعبوا. كويس جدا. هنتكلم عليه بالتفصيل، الموضوع طبعا كبير، وانا حتى قلت لحضرتك نفسنا نخصص له حلقه لوحده، لكن احنا مش عايزين ننسى الاسره الجميله اللي معانا. مدام منى قولي لي، انا عارفه انكم كنتوا عايشين في دبي فتره ورجعتوا مصر، فانا اولا عايزه اتكلم على فتره دبي، لان انا عارفه الغربه صعبه، والواحد لما بيبقى سافر من غير عيلته، واحنا بنتكلم على بيت العيله، اكيد لما الواحد يبتدي حياته في بلد غربه بتبقى في صعوبات اكيد واجهتك، وزات مع الولاد، مع ايه الصعوبات اللي ممكن تكون واجهتك؟ انا في الاول اتجوزت وسافرت يوم فرحي، يوم الفرح نفسه سافرت نفسه. دي حاجه مزعلاكي ولا لا؟ بالعكس والله ابدا، اتجوزت فعلا وخلفت ولادي الثلاثه هناك. انا الوحده في الاول كانت صعبه شويه، اتعودت. عملتي كلمتي ناس، تعرفتي على ناس، مش حاولت تتواصلوا مع الجاليه المصريه؟ مش في الاول، مش في الاول. قعدت السنتين الاولانيين ما اعرفش حد، مجرد ان انا جبت بنتي الاولانيه وبعد كده شغلت بيها. بعد كده ابتديت اعرف بقى جيراني او ناسي او اللي حواليا بعد ما خلفت ابنتي. لما ابتديتي يعني يبقى معايا اولاد، الامور تهدى شويه والمسؤوليه، لا يعني فوجئت اطفال بيطلعوا، جيراني يخبطوا عليا، يتعرفوا عليا، تعرف بقى اعرف كده. كويس. ولما رجعتي بقى مصر، عايزين نتكلم، انا عارفه انكم راجعين في وقت الحياه هو صعب بعد الثوره، واربع سنين يمكن تقلبات حصلت كتير، في مشاكل كتير، عدم كان وجود امن فتره من الفترات، فقولي لي النقله. هي طبعا تعبتنا في الاول، بس اتاقلمنا عليها وتعودنا، بقى لنا اربع سنين اتاقلمنا خلاص، ابتديتوا والاولاد اتعودوا، لان اتعرفوا على طول وتاقلموا.
لكن وانتم هناك كنتوا بتكلموهم عن مصر، كنتوا مرابطينهم بالبلد؟ هسال كمان ده. اتربطوا وتعودوا على البلد وكانوا بيتكلموا لغه البلد نفسها ده هناك في دبي. لا انا قصدي كنتوا بتكلموهم عن مصر، يعني عارفه في اوقات ناس تسافر الغربه عارفه ينسوا بلدهم. بنسافر وبننزل. فكنتوا على طول على اتصال بمصر يعني. وبننزل كمان اجازات وكانوا بيحبوا ينزلوا الاجازات. لما كنتوا بتتابعوا الاحداث من هناك في بدايات، اولا رد فعل الناس هناك وهم الولاد، كنت حضرتك بتقول لهم ايه؟ وقبل الاحداث اصلا يعني، يعني عاده الاسره السليمه الصحيه زي ما بيقولوا بيبقى دايما مرتبطين بالارض بتاعتهم، يسافروا يغتربوا لكن مرتبطين ببلدهم وعارفين انهم في يوم من الايام هيرجعوا زي ما حضراتكم كده. بالفعل انا كنت حريص على النقطه دي، بالفعل كنت ان هم يبقوا مرتبطين بمصر. عندنا كان في دبي في نادي مصري كنا دايما بنروحه، في مناسبات في احتفالات فيس. كنا نروحه ايضا معظم اصدقائنا هناك رغم ان احنا في الامارات كان اصدقائنا كلهم مصريين من المعارف، سواء في مجال الشطرنج او في مجال الشغل كنا في اصدقائنا مصريين، كان في دايما تبادل زيارات، في تعارف، في لقاءات، في دايما ربط للاولاد برضه الجو المصري ولهم ارتباط بمصر. كنا متابعين دايما احداث، وحتى كنا هناك دايما نشوف الفضائيه المصريه يوميا فمتابع الاحداث المصريه، البرامج التوك شو والحاجات دي والمحادثات كان دايما متابعين. بتبقى قلقان لان الواحد في الغربه ممكن تكون الصوره واصله له، يعني احنا هنا كنا ما بنبقاش حاسين بالمشكله زي ما بره جاي بس مكثف السيء انه في حريق، في مشكله، في حدث، لكن احنا هنا بنبقى في الشوارع عادي يعني بيبقى شارع او اتنين لكن الباقي كله كويس. وحاجه كنا بنشوف برامج معموله، برامج الفضائيه المصريه طبعا وكان في برضو البرامج الثانيه الخاصه اللي هي المعتدله اللي بتقدم بتنقل صوره واقعيه للاحداث في مصر، فدي الواحد كان دايما حريص يتابعها. ما كنتش بتابع القنوات اللي هي الثانيه الخارجيه اللي هي بتشعل الامور وبتوصل صوره غير الحقيقه. طب هسالكم الشباب بصراحه، يعني انتم بتحبوا مصر اكتر ولا كنتوا مبسوطين في دبي، او حسيتوا بمشكله انه لا مش عايزين نرجع مصر خلينا قاعدين صحابنا عملناهم وخلاص؟ ابتدي برضو بقلاء. لا هما الاثنين كانوا حلوين بس يعني انت 11 سنه يعني وقت ما جيتوا كنت 7 سنين. قولي لي 7 سنين يعني لا مادموازيل برضو يعني وليكي شخصيه وكده، لكن فاكره وقت ما جيتوا مصر في مشاكل قابلتك في الاول؟ في الاول شويه بعد كده بقيت بتعملي ايه؟ بتتكلمي مع مامي مثلا تقعدي تحكي لها حصل كذا؟ حصل كذا إيه؟ بعد كده صحابي اتعودت عليه. النصيحه اللي مامتك قالتها لك او باباكي قالها لك لما ابتديتي تنزلي مصر وابتديتي تتعرفي على ناس جديده؟ قالت لي يعني حاول اتاقلم، هي دي بلدي ودول ناس كده. وتاقلمتي واصحابك دلوقتي مبسوطه هنا اكتر؟ لو قلت نرجع دبي ترجعي؟ لا ما اعتقدش، انا اتعودت هنا خلاص مبسوطه هنا. محمد نفس السؤال. نفس السؤال، انت مبسوط هنا اكتر وايه والمشاكل اللي ممكن تكون واجهتك وازاي بابا وقف معاك تخطيتها ازاي المشاكل دي؟ هي الحقيقه هنا وهناك الاثنين حلوين كويس. نفس الاثنين يعني هنا مميزات وعيوب وهنا مميزات وعيوب كويس. في اتعرفت على ناس دلوقتي بقيت عملت صداقات هنا وكده؟ طب كويس برضو. ايه هناك انت جايه خلاص يعني انت جايه اصلا يعني شخصيه اتكونت وكل حاجه تمام، فقولي لي ايه طبعا هناك في مميزات وعيوب برضو؟ هنا نفس الكلام يعني كويس، بس يعني هنا حلو جو صحاب وكده يعني. وهنا برضو كان في اصدقاء وعلى تواصل معاهم لسه بتكلميهم وكده. بتقعدوا كاسره بتقولي لهم مشاكلك، بتقولي لهم انا حاسه بكذا، انا قلقانه، انت داخله في مذاكره وامتحانات؟ أيوه. طبعا هناك الدراسه اسهل يعني، بس بتكلم معاهم برضو في حاجات زي دي. كويس. نصيحه حضرتك دايما ليهم كانت بتبقى ايه يعني؟ طبعا اول ما جينا قلت لهم طبعا حضرتك كنت متخوف من حاجات معينه خاصه سواء في السفر جايين بعد والرجوع. الفوره والاحداث طبعا متوقع ان في تغيير، طبعا في فرق يعني الدراسه في الامارات اسهل بكتير طبعا، مستوى التعليم اقل من هنا شويه يعني، مصر المواد اصعب شويه. هم فتوقعت طبعا توقعوا ان المواد تكون اصعب شويه، توقعوا ان الاحداث شويه الامن في مصر كان شويه مش مستقر في اول سنه او سنتين بعد الثوره. الحمد لله دلوقتي احسن كتير وان شاء الله الفتره الجايه يكون احسن. فكنت مهدت لهم يعني ان هيبقى في بعض الصعوبات عشان يقدروا يتاقلموا، بس هم اعتقد خلال اول سنه سنه ونص بداوا كانوا خلاص الموضوع ويتعرفوا على اصدقائهم في المدارس هنا في مصر، وفي نفس الوقت متواصلين برضو مع اصدقائهم في الامارات في تواصل، بس الحمد لله قدروا يتغلبوا خلال سنه سنه ونص. هل فعلا الكلام اللي بنسمعه ان العيله لما تقف مع بعض واقفه
قويه او كده، اي مشكله تهون، اي حاجه تعدي. اكيد طبعا اكيد. لو الاب مشغول وطول الوقت بره، الام مش فاضيه طول الوقت، ده بيطلع ولاد شكلهم ايه؟ بالفعل هو التواصل طبعا مع الولاد مهم جدا، واهم حاجه لازم يسمع لهم، ويبقى في زي علاقه اخويه، مش علاقه اب بابنائه، يبقى في اخويه بالتالي عشان عشان هم حتى يصرحوا باي مشاكل تقابلهم اول باول. الحمد لله العلاقه دي الحمد لله قائمه، وانا حريص عليها الحمد لله. كويس. مدام منى، ايه نوعيه المشاكل اللي الولاد كانوا بيجوا يقولوها لك كنت بتبقي زعلانه، او بالعكس تقول لهم يلا اتعرفوا مفيش مشكله المشاكل دي كلها هتعدي؟ كانوا بس منطويين لوحدهم، ما كانوش مجرد بقى اتعلموا اصحابهم، يتعلموا مع صحابهم، يتحركوا معاهم. يعني كان المشكله اللي عايش بره في الغربه بيبقى مفيش حد او كده، هي دي المشكله. مجرد بقى ان ما دخلوا مدارس تعرف على مصر، بتجيب لهم صحابهم من البيت. بالعكس كويس، دي خطوه برضو من الام بتبقى كويسه. انا تشوف الصحاب الجداد دول بقى شكلهم، وغالبا دايما بجيب لهم اصدقائهم في البيت. ما كويس، وبتشوفي مين اللي كويس مين اللي مش كويس. هم بيسمعوا كلامك لو قلت لها بلاش البنت دي؟ بيسمعوا كلامي في دي، بيسمعوا كلامي. طب ولا في نقاش الاول يعني بناخد وندي كده؟ لازم اتكلم معاهم الاول. سمعوا الكلام صح صح، هم بيقتنعوا بالكلام، خلاص كده غلط خلاص. طب يا دكتور نرجع بقى للشطرنج الحقيقه، لانه حاجه انا ما كنتش متخيلاه قد ايه هو مهم بالمنظر ده. انا عارفه انها حاجه ممتعه جدا وظريفه، لكن قد ايه هو دلوقتي، لا فعلا حضرتك بتتكلم ان هو ممكن يدخل في العلم ويبقى مؤثر فعال جدا على العلوم. انا عارفه ان المسابقات كمان بتتم عن طريق النت، ودي حاجه عايزين برضو نعرفها من حضرتك، على مستوى العالم بيتم عن طريق النت. هو الشطرنج زي ما حضرتك قلتي هو رياضه تحدى اللجنه الاولمبيه الدوليه، اعترفت بين حوالي 20 25 سنه كرياضه رسميه. كويس. واعترفت كمان بالاتحاد الدولي للشطرنج كرياضه، اتحاد رياضي. وفي الالعاب الاولمبيه في سيدني سنه 2000 في استراليا، وفي اثينا في اليونان 2004 كان الشطرنج متواجد بشكل استعراضي. وفي محاولات دلوقتي لغايه اليوم قائمه مع اللجنه الاولمبيه الدوليه عشان ندخل الشطرنج اللي هو الشطرنج السريع، لان في الشطرنج عندنا ثلاث مستويات. في الشطرنج الكلاسيكي اللي هو العادي 4 ساعات، دي مباراه بنعتبرها طويله شويه. فيهم الشطرنج السريع اللي هو نص ساعه لكل لاعب اللي هو الرابد او السريع. في الشطرنج بقى الخاطف اللي هو ال5 دقائق اللي هو البليدز، كل لاعب بياخد 5 دقائق. فغالبا طب لو ما خلصش بتنتهي بالوقت، اللاعب اللي ما يفوزش خلال الوقت المحدد الوقت يخلص الاول يبقى خسران بالوقت. عامل الوقت بيحسب. ونفس الشخص اللي بيعرف يعمل ده يعرف يعمل ده يعرف يعمل ده. ايوه بالظبط، لازم يعرف التلاتة. في لعيبه بيلعبوا 3 انواع، وفي لعيبه متخصصين اكتر في الكلاسيكي او السريع. في لاعبين عندهم سرعه بديهه يلعبوا بسرعه، يحسبوا بسرعه. كل نوع يعني يا دكتور حاجه مختلفه تماما. يعني انا لو بقدر افكر بسرعه في الشطرنج خلاص بعد شويه مش هبقى بطيء. بالفعل أبقى. بالفعل في حضرتك في ناس مميزين اكتر في الشطرنج الكلاسيكي اللي هو 4 ساعات، وفي ناس مميزه اكتر في السريع. وفي ناس بيحاولوا بقدر الامكان يجمعوا بالاثنين. يعني بطل العالم الحالي ودي مفاجاه اللي هو من النرويج اللي هو كارلسون، هو بطل عالم الشطرنج العادي والشطرنج السريع في الاثنين. في الاثنين كسب بطوله العالم السريع والعادي. عشان كده بقول لو اتمرن الواحد على السريع كتير بالزبط. هيبقى حتى في العادي هو عايزه بقى قدره على التاقلم، ان ما يلعب شطرنج كلاسيكي خلاص هيركز وياخد وقته في التفكير وينظم وقته. لو ملعب سريع لازم يعود نفسه يلعب بسرعه ويحسب بسرعه ويستخدم بقى خبراته وكده. عايز تركيز، عايز جو هدوء معين. طبعا الشطرنج اولا زي ما قلت حضرتك ان الشطرنج من الالعاب او من الرياضات اللي استفادت جدا من تطور التكنولوجيا والكمبيوترز والانترنت والكلام ده. احنا عندنا دلوقتي مباريات شطرنج ممكن اي لاعب في اي دوله، في مصر هنا العب مع اي لاعب يوميا عن طريق النت، العب مع اي لاعب في اي دوله في العالم. مباريات رسميه وداخله في التصنيف الدولي، وبناخد تصنيف واكسبه ويكسبني واخد تصنيف، وفي مسابقات رسميه بتتلعب عن طريق النت. في كمان الاهم اللي هو النقل المباشر للمباريات والمسابقات عن طريق النت. دلوقتي عندنا رقعات الشطرنج الكترونيه ديجيتال متوصله بكيبل بالكمبيوتر، وعن طريق النت بتتوصل لكل دول العالم، وفي نقل مباشر لكل مسابقات. عندنا الشهر اللي فات كان عندنا بطوله افريقيا هنا في مصر، والحمد لله مصر كسبت 4 ميداليات ذهب، وكانت البطوله برعايه الوزير. مش معقوله يعني، دي حاجه ممتازه. بقول لحضرتك البطوله كانت برعايه المهندس. احنا ممكن ننافس على بطوله عالم في يوم من الايام. بالفعل احنا عندنا احد اللاعبين، عندنا احمد عدلي بطل عالم للشباب. بطل العالم للشباب، لاعب مصري بطل عالم شباب 2007. وعندنا ايضا الدكتور باسم سمير. زي ما قلت لحضرتك لعيب الشطرنج دايما متفوق في الدراسه، اطباء مهندسين خريج كليات. انا عايزه حضرتك تحكي لي القصه اللي هي بتاعت البطل المصري اللي قاعد مع روسي بطل العالم الروسي. بالفعل يا ريت تحكيها لنا، لانها برده يعني حاجه. ما انا بقول لحضرتك عندنا نماذج مشرفه جدا. عندنا احمد عادل هو بطل عالم الشباب 2007، عندنا الدكتور باسم سمير امين برده واخد ميداليه برونزيه وبطل افريقيا والعرب لسنوات طويله. عندنا ايضا اللي هو اللاعب محمد عزت، ده كان لعب من سنتين مع بطل العالم الروسي اللي هو كرامنيك. المباراه كانت في بتلعب في بطوله العالم للقارات، دايما دي اقوى 10 دول في العالم. مصر دايما بتشارك فيها كبطل افريقيا. كويس قوي.
بياخدوا ابطال القارات الاربعه بالاضافه للسته الاوائل على مستوى العالم. بيعملوا بطوله كل سنتين اسمها الاتحاد الدولي بينظمها ودايما مصر بتشارك فيها. فالبطوله كانت من سنتين كانت مصر بتلعب مع روسيا واخر جوله في بطوله العالم، والمباراه دي هي اللي تحدد روسيا تكسب البطوله ولا لا. ومباراه كانت المصيريه ما بين لاعبنا محمد عزت وهو استاذ زاوية على فكره، وبيلعب مع بطل العالم اللي هو فلاديمير كرامنيك من روسيا. معروف ان الشطرنج اهم قطعه الوزير، اقوى قطعه وبتبقى مسيطره. فمحمد عزت فاجئ بطل العالم انه ضحى بوزيره. محمد عزت قام ضحى بوزيره مقابل قطعه صغيره او قطعتين، واخذ تفوق على بطل العالم، وكان محمد عنده افضليه انه يفوز. ومحمد لو كان كسب المباراه دي كان روسيا هتخسر بطوله العالم. بطل العالم ثلاث مرات خلال الدور يعرض على لاعبنا تعادل. تعادل هو ده نوع من القوانين المسموح بيها. مسموح في قانون الشطرنج ان اللاعب يعرض على خصمه تعادل لو هو اللاعب شايف انه الوضعيه متعادله على الرقعه، فممكن يعرض تعادل والخصم ممكن يقبله او يرفضه. او لو ان انا او انا معايا تفوق شويه على الرقعه بس ما عنديش وقت، مضغوط شويه في الوقت وعندي وقت فاضل لي دقيقه او دقيقتين، اما خصمي فاضل له 40 دقيقه او 20 دقيقه فعنده وقت اكتر، فانا بعرض تعادل. هل القوانين ممكن تكون متغيره كل شويه؟ يعني كان يمكن الوقت مفتوح وبعدين بقى اربع ساعات. حضرتك انا قعدت حوالي 14 سنه مستشار لجنه القوانين في الاتحاد الدولي وشاركت في تعديل قوانين كتير. كويس جدا. حتى ترجمه القانون العربيه لغايه النهارده حضرتك انا اللي مترجمها، وترجمت خمس نسخ وموزعه في كل الدول العربيه الحمد لله. فالقوانين بتتغير كل اربع سنين، بس اللعب اللي هو الكلاسيكي العادي اربع ساعات والسريع 30 دقيقه والبلز ده ثابت بقاله حوالي 15 سنه. ما بيتغيرش. لا ما بيتغيرش، لكن القوانين العاديه ممكن يحصل تغييرات. يعني مثلا من ضمن التغييرات اللي هي الوسائل التكنولوجي اللي هي الكمبيوترز، مش مسموح للاعب الشطرنج خلال المسابقه يكون معاه موبايل، لانه يقدر عن طريق الموبايل يتواصل بالكمبيوتر بسوفت وير ياخد ايوه. فممنوع ممنوع اللاعب يكون معاه موبايل. كويس. لو الحكم اكتشف ان اللاعب معاه موبايل داخل صاله اللعب بيعلن خسارته المباراه فورا. حتى لو ما استخدموش، لانه ممكن يستفيد بيه باي وسيله مساعده. حضرتك بتتكلم عن الشطرنج عينك بتلمع وسعيد بانك بتدينا المعلومه دي، لكن حضرتك طبيب والحقيقه انا طول عمري متخيله ان الطبيب ما عندوش وقت ولا الشطرنج ولا الحاجه، يا دوبك يروح شغله ويرجع، يعني ما فيش مجال لاي حاجه تانية. فازاي حضرتك قادر تجمع؟ وهل فعلا الشطرنج نفع حضرتك كطبيب؟ مش بتكلم بقى كدراسه، كمان كطبيب. انا مش بس انا طبيب اولا واختصاصي في امراض البطنه والقلب، انا كمان مدير في وزاره الصحه، ماسك اداره العامه للمستشفيات الخاصه بسميها اداره العلاج الحر. بتجيب وقت بقى منين؟ ده دي معجزه. مفيش وقت. مفيش وقت. ماسك الاداره دي في الاليوبيه في بنها. يعني دي الاداره بتشمل ترخيص المستشفيات الخاصه والمرور عليها ومتابعتها عملها وكده. الحمد لله بحاول اوازن بقدر الامكان ما بين عملي في وزاره الصحه او عملي كطبيب وما بين عملي كرئيس الاتحاد المصري للشطرنج. الشطرنج بالنسبه لي كان هوايه، بداتها طبعا كلاعب وبعدين كحكم وكإداري وعضو مجلس إدارة وحاليا رئيس اتحاد ومسؤول عن لعبة عندنا دلوقتي أكثر من 100 ألف لاعب شطرنج في مصر. اللي هم المسجلين رسمي. أكثر من 100 ألف لاعب. كويس قوي. معاهم تصنيف دولي حوالي 4000 لاعب، معاهم تصنيف دولي. رقم برضو حلو. عندنا تصنيف دولي في الشطرنج زي التنس الأرضي. بطولات الجراند سلام والبطولات الكبرى، وفي نقاط للتصنيف، وكل ما اللاعب يشارك في بطولات بياخد نقاط دولية بنسميه تصنيف دولي. عندنا في الشطرنج زي التنس الأرضي. عندنا في مصر حوالي 4000 لاعب مصنف، لكن اللي بيمارسوا اللعب اكثر من 100000 لاعب. عندنا 70 نادي، عندنا في مناطق فروع للاتحاد في حوالي 10 محافظات منها اسيوط واسوان واسكندريه واغلب محافظات الدلتا فيها. عندنا كمان لاعبين حاصلين على القاب دوليه في لقب في الشطرنج اللي هو اسمه جراند ماستر اللي هو استاذ دولي كبير. عندنا اربع لاعبين في مصر معاهم اللقب ده. ده اعلى لقب ده. وعندنا بنتين ما شاء الله معاهم لقب استاذه دوليه كبيره اللي هو وومن جراند ماستر برضه يعني بيحتلوا مناصب كبيره. دول ابطال افريقيا والعرب بشكل ده. لا مش بتكلم كمان كشطرنج، لا على مستوى حياتهم عادي. الحمد لله كلهم متفوقين. لسه بقول لحضرتك في بنت اسمها شروق جايبه 99.9 من 10. ده حاجه معجزه يعني في الثانويه العامه. انا خدت بالي انك انت بتقولي هو مش فاضي، وطبعا عاده زوجه الطبيب بتبقى بتعمل حاجات كتير جدا، بتبقى عليها المسؤوليه كبيره، يعني بعض الاحيان بتبقى بتلعب دورين مش دور واحد، وبالذات ان الاب طول الوقت كمان مش فاضي وعنده مسؤوليات كمان كبيره، بالاضافه ان هو طبيب كمان مسؤوليه انه يبقى ماسك على فكره مراكز. حتى هو بره كان في الامارات على طول كان بيسافر كتير. وانا كنت متوليه الكلام ده بره في الامارات وتعودت.
فمن بالك بقى يمسك منصبين، فلازم اكون اقف جنبه اقف جنب ولادي. في بعض الاحيان بقى الموضوع بيحتاج شده يعني مع طبعا. الولاد تحديدا. انا فعلا شديده بجد، شكلك رقيقه جدا. هم الولاد اصلا شكلهم ما شاء الله. لا انا شديده لكن وقت الجد انا شديده.